أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، الحوار الثاني في من القاهرة هذه الليلة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي. الإعلام الوطني، كلمة الإعلام الوطني أصبحت مطروحة بقوة خلال هذه الأيام لعدة أسباب، لعل أبرزها على الإطلاق عدم وضوح الصورة الإعلامية في المشهد المصري. ثانيا، أن الإعلام الوطني المصري مسبير تحديدا رغم كل التحديات والمشاكل، رغم قلة الإمكانيات، ما زال هو رمانة الميزان بكل تأكيد، وفي كل محطة وطنية تحتاج فيها الدولة المصرية إلى مسبيرو، إلى الإعلام الوطني يظل واقفا بكل قوة في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن رغم قلة الإمكانيات ورغم كل المشاكل والتحديات التي تواجه كل العاملين في مسبيرو. في هذا الإطار أرحب بحضراتكم أرحب مع حضراتكم ضيوفي في هذا الحوار، الدكتور نادر مصطفى أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور مرعي مدكور عميد كلية الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر. برحب بحضراتكم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور نادر، هتسمح لي هنشوف النظرة الأكاديمية ونرجع لحضرتك في مجلس النواب. دكتور مرعي، تحليلك للمشهد الإعلامي المصري حاليا. طيب، هو بالنسبة للإعلام هو كما ذكرت حضرتك هو رمانة الميزان بالنسبة للجمهور. أي إعلام؟ الإعلام الإعلام بشكل عام. الإعلام لم يعد يقتصر على مسبيرو فقط، ولم يعد يقتصر على الإعلام الرسمي، لكن عندنا إعلام المواطن. أنا قد أحاجي حضرتك في البرنامج بتاعتك وينقل البرنامج بتاع الحاجة اللي أنا عاملها يعني على الموقع الإلكتروني فأصبح ده نوع من الإعلام، فيبقى يتنقل برنامج، وفي برامج كتير نقلت بالشكل ده. طب إيه المطلوب من الحكاية دي؟ وفعلا رمانة الميزان هو الإعلام الرسمي للدولة في أي دولة في العالم، هو المظبوط الحكاية دي، لكن يتطلب حتى يكون رمانة الميزان له ضوابط وشروط كتيرة جدا. احنا عايزين نعمل حوكمة، يعني انشاء مؤسسات متعددة رسمية وغير رسمية تتفاعل مع بعضها بهدف ان احنا ننشئ الاعلام، ننشئ ثقافات جديدة بالنسبة للمواطن، بالنسبة للاعلام ترشد الإعلام ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وكل شيء. لم يعد أحد يعمل مسبيرو مش بمفردها، ولا الهيئة العامة للاستعلامات بمفردها، ولا الصحف بمفردها، وإنما منظومة متكاملة. إيه المطلوب من المنظومة دي؟ مطلوب منها حاجات كتيرة جدا، لأنك لست الصوت الوحيد كمسبيرو يعني، وقلنا إن هو الأساس وهو رمانة الميزان وهو العمدة في الإعلام اللي أنا أخد منه وأنا مستريح دون شيء، لكن الأشياء الكتيرة اللي حوالينا لخبطت الناس. الناس عايزة حاجة معينة، وقد تجد أن الآخر يقنع بأشياء غير حقيقية. يعني أنا عايز شفافية، عايز مهنية الأول، مهنية ممتازة جدا هنا تديني شفافية، تديني اختصاصية، تديني حرية ترد على الأشياء. وعجبني حاجة كبيرة جدا بالنسبة للإعلام، حتى مش في مسبيرو أو في المؤسسات الإعلامية، في بعض اللي في مجلس الوزراء مثلا على سبيل المثال في البرلمان، أن في جهة ترد على الشائعات، وكل مثلا يقول لك الأسبوع ده ردينا على 132 شائعة، الشائعة دي قد تدمر الناس أو على الأقل تجعلني ملخبط خالص ما أقدرش أتكلم. المنظومة دي كلها أو الحوكمة اللي احنا عايزينها هي التي تقوي الإعلام بتاعنا، وعندما يكون الإعلام قوي فالناس يثقوا في الإعلام. مطلوب مصداقية، المصداقية تجعلني أثق في هذا الإعلام وافتحه، لأن أنا معايا الريموت ومعايا العالم كله، يعني أنت لا تحكمني حضرتك على الإطلاق، لكن أنا ألهث خلف ما تقدمه إن كان في فائدة لي وللوطن بشكل عام ولي، عن طريق إقناع تقنعني ولا تملي علي أشياء. صحيح. طيب دكتور نادر، أنا بس عايز أسمع رأي حضرتك في المشهد الإعلامي المصري، وبتشوفوه إزاي وأنتوا داخل مجلس النواب، والمرحلة القادمة شايفها إزاي؟ اسمح لي يعني أشيد بالرؤية الأكاديمية اللي سيادة العميد الأستاذ الدكتور مرعي قدمها، لأنها فعلا يعني فيها تحليل ورؤية فكر للعديد من القضايا الإعلامية الموجودة حاليا. للأسف الشديد إذا غابت هذه الرؤية والتحليل والفكر نصبح أمام
ما يعني نعانيه في الفيسبوك بس هي الفكرة دكتور أنا مش بقطع كلام حضرتك. هي الفكرة عندما نخاطب المواطنين فيما يتعلق بدور الإعلام هو يقول لك يعني أنت بتتكلم على ما ينبغي أن يكون، أنا عايز أتكلم عن الواقع، عن اللي حاصل، هو ده عن المشهد الإعلامي اللي حاصل بالفعل. أنا لسه يعني سيادتك قطعتني وأنا بقول إيه، وأنا بقول السوشيال ميديا والفيسبوك عايز أقول لحضرتك المواطن لو أنت عايز تعرف المواطن متضايق من إيه، ايه الصوره اللي مضايقاه، بص على الوضع في السوشيال ميديا. معلومات مبتصره، اشياء فيها من الصدق، نعم فيها من الصدق، ولكن فيها من المغالطه، فيها من الاساءه الى الوطن، فيها من الاساءه الى رموز الوطن، وكمان فيها من الحملات الموجهه ضد بالزبط الوطن بالظبط يعني بالظبط. وللاسف للاسف جميعا بنتلقاها ونسخر ونضحك، ابعت شوف ده يعني خلي فلان يشير، حطها على واتس العاملين في مش عارف فين، شيلها على الفيس بتاع مش عارف ايه، وهم عارفين الناس يعني الناس بقى الفيسبوكيين عارفين ان هم بيتناقلوا يعني معلش الفاظ هم عارفينها بقى، يقول لك ايه ده مجرد هراء يعني ده مجرد حاجه بنضيع فيها وقتنا بنسلي فيها نفسنا. الكلام اللي قاله سياده العميد يعني ممكن انا الخصه في بعض التوصيات كده، احنا يعني انا عكفت العام الماضي على دراسة عن الإعلام وعن استراتيجية المجابهة كيف نجابه على مدار سنة كاملة في زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية نصر العسكرية العليا. يعني التوصية الأولى هي استكمال منظومة القوانين اللي بتنظم الإعلام والصحافة، وإحنا إن شاء الله رب العالمين غدا داخل البرلمان في مؤتمر صحفي لعرض القانون على الزملاء من الصحفيين وعلى المجتمع ككل. خلصنا القانون خلصنا يا دكتور. القانون خلصنا القانون، والقانون مقسم الى 3 قوانين فرعيه. طب قول لي هذه القوانين. المجلس الاعلى للاعلام، قانون خاص بالهيئه الوطنيه للصحافه، قانون خاص للهيئه الوطنيه للاعلام بيجعل من هذه الهيئات بالفعل عقل الوطن والمواطن الاعلامي، وبيصون المهنيه، وبيفرق ما بين اي لبس قد يكون قد يحدث ما بين هذه الهيئات المختلفة. فاحنا بنتحدث عن استكمال منظومة القوانين التي تنظم عمل الصحافة والإعلام، وطبعا تصدر بعدها اللوائح اللي هي طبعا يعني لا شك احنا في أمس الحاجة إليها، لأن بصراحة الإعلام في مصر كان في أمس الحاجة إلى هذا الانضباط. يعني قوانين ربما مر عليها عشرات السنوات ولم تعد تصلح في الوقت اللي أنا بقول لسيادتك عليه بتاع الفيسبوك وبتاع التوصية الثانية، إحنا بنتحدث عن توفير الموارد الكافية واللازمة لعمل المؤسسات الإعلامية والصحفية. كيف يعني نتعامل مع مسبيرو أو مع الصحافة القومية باعتبارها مؤسسات لا تحقق ما ينبغي من الأرباح أو استدانت من وزارة المالية أو من بنك الاستثمار القومي؟ هل هذا يجوز؟ يعني هل دور هذه المؤسسات يمكن أن يقارن بأي مؤسسة صناعية أو تجارية؟ لا شك أن هذه المؤسسات بتؤدي قيمة راقية في العمل الثقافي والعمل وعمل والتوعية، قيمة لا تهدف للربح في الأساس، فبالتالي طبيعة الاستدامة مطلوبة. وبالتالي علينا حماية المذيع اللي قاعد قدامي ده، لازم يتم حمايته وحماية أسرته وتوفير الجو الكامل. يعني عذرا أن كنت بتكلم يعني الصحفي الموجود حاليا في سيناء أو موجود في غيرها من الميادين أو غيرها من الوزارات بيبحث عن خبر، وده بيبحث عن خبر رصين غير الخبر اللي انت بتسمعه على الفيسبوك. صحيح. الاخبار المبتصره والاخبار المغلوطه واللي فيها تشويه واساءه للعديد من الناس وفيها اساءه للوطن بشكل عام. طيب هل يعني لا شك ان دي واحده من اهم التوصيات، انشاء مركز بحثي اكاديمي ومهني مستقل معاون لمؤسسات الاعلام بانواعها المختلفه. احنا في حاجه بقى ندرس الهجمات اللي بتحصل علينا دي، الهجمات دي ايه طبيعتها، متى تفور، متى يتم استغلالها ضد الوطن. صحيح. متى تهاجم علينا في لحظة واحدة الإيكونوميست والنيويورك تايمز والواشنطن بوست، ومطلوب من الهيئة العامة للاستعلامات بإمكانياتها المحدودة أن تقف في وجه كل هؤلاء دون برضو بأقل الإمكانيات وبأقل القليل. وبالفعل بنحيي الهيئة العامة للاستعلامات لأنها فعلا بتغزل بأقل الأدوات في السطر الأخير للأمانة. لا شك أن هناك أيضا الشراكة بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، لماذا لا نساند بعضنا البعض، لماذا لا يعني نقوم
بتنسيق العمل بيننا مثلا كمسبيرو مع الاعلام الخاص مع ليه ما ننسقش مع بعض؟ يعني اذا كان الهدف هو حمايه مصالح الوطن القوميه والعليا، ده اذا كان الهدف ده زي ما حضرتك بتقول. ايوه لكن أيوة. هو في اغلب الاعلام الخاص هي حمايه مصالح لا وليس لا المصالح العليا لا علينا يحدث. علينا ان ننتبه علينا ان ننتبه اننا امام حرب حقيقيه يعني فعلا حرب معلومات، فعلا حروب من جيل جديد. يعني العدو بيستخسر فيها ان هو يحط فيها طلقه ولا بندقيه ولا يموت له عسكري فيها، وبالتالي بيعملها كده باقل من الاخطر. هو ده كمان الاخطر كمان، يمكن الطلقه والبندقيه واضحه، لكن حرب المعلومات والجيل الرابح هو الاخطر، لانه بيشتغل على سيناريوهات مستقبليه وبتحمل الكثير من الابعاد في الداخل وبتؤثر بشكل كبير، وعنده من التجارب ما يؤكد. اسمح لي بقى انا اسال حضرتك، هل في ظل كل ما يحدث ألسنا في حاجة إلى شخص يجلس وسط مجلس الوزراء تكون مسؤوليته هي الإعلام؟ ده سؤال أنتوا تردوا عليه كنواب، صح كده؟ صح كده؟ نحن في أمس الحاجة إلى عودة منصب وزير الإعلام، لأن نفتكر كده مع بعض أول اللافتات اللي رفعت أثناء الثورة كانت شيل وزير الإعلام. شيل وزير الإعلام ليه؟ عشان يحصل كل هذه الهجمات ولا نجد في الحكومة على الأقل من تكون وظيفته الرد، أو في الدولة المصرية. وبالتالي نحن في أمس الحاجة، إذا كنا في أمس الحاجة إلى أكاديميين يناقشوا هذا الموضوع ويعبروا عنه بمنتهى الصدق العلمي الدقيق، نحن في أمس الحاجة إلى سياسي موجود في مجلس الوزراء يتابع الموقف ويرى الهجمة الآن على وزارة البترول المصرية، طيب يا وزير البترول إيه الصح؟ إيه المظبوط عندك؟ وبالتالي يرد من خلال مجلسه، يحفز الوزراء وينقل الصورة من خلال هذا المجلس. وكمان أضف إلى ذلك التنسيق بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، توحيد الرد المصري على كل هذه الانتهاكات، توحيد جهود الإعلام المصري في الدفاع عن مقدرات الأمن الأمن القومي المصري بكل تأكيد. أنت محتاج الربط ده بيتم بشكل كبير جدا. طالما وجهات النظر كده واضحة، أسألك كمان سؤال، الصحفي بقى أو المذيع، هل ينفع أن هو يبقى معاه شهادة ضعيفة أو ما يبقاش دارس كويس لمهنته الأساسية؟ إزاي هيشيل راية التثقيف والوعي والمعرفة إلا إذا كان راجل عنده الحد الأدنى؟ هو مين عمل ده؟ مسبيرو ما عملش ده، لكن الإعلام الخاص هو اللي عمل ده. هو خلى مهنة تملى مهنة له وأصبح بيشتغل في الإعلام. لابد أن يتحول تتحول البوصلة الإعلامية عن هذه الجملة، لابد أن تختفي جملة مهنة من لا مهنة له في طيب. الإعلام. أنا هرجع أكمل مع حضرتك التوصيليات، ولكن دكتور مرعي يشترك معنا بالتأكيد لسيادتك تعقيب على هذه النقاط. أنا عايز أقول نقطتين، أضرب يعني مثالين محدد. أمس رحل، قبل أمس يوم الاثنين، رحل الإذاعي الكبير أحمد سعيد. أحمد سعيد ده عندما أنشأت الثورة في يونيو 53 صوت العرب، كان أحمد هو جابه وما كتبش عنه للأسف في الإعلام ولا الميديا ولا حاجة خالص، هو أول إلا أخونا سعيد شعيب كتب مقالا أنا اتبسطت جدا وطلبته كذا مرة عشان أحييه. أحمد سعيد نقل ما كان يدور في الثورة المصرية وأفريقيا وبتاع، وكان العالم كله، أحمد سعيد كان محاربا صلبا شديد المراس، والناس لا يذكروا له أني 67 دخلنا تل أبيب بتاع، هو رجل يتلقى ما يملى عليه أو البيانات أو الكلام ده. لكن ده مثال لمدى تأثير الإعلام. في كتاب آخر صدر، أنا جبته أمس، جبت 5 نسخ وزعت على زملائي، كتاب نادر جدا، واحد اسمه كريجر ده ألماني كاتب حروب المخابرات من الفراعنة لحد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. قايل فيه جزء مهم جدا، أن استخدام تاريخ المخابرات في عالم المعرفة. قايل أن الإعلام دلوقتي بقت هي حرب معلومات وإعلام زي اللي احنا عارفينه وبندرسه للأولاد وكلام زي كده، لكنه قال إن المخابرات من حوالي 30 سنة بتعد للحكاية دي الحرب الإعلامية، وتنفذ الأجندة بتاعتها عن طريق الحروب الإعلامية، والجيوش ستنتهي، ما يبقاش فيه كلام زي صحيح. كده الكلام ده مهم جدا، ويجب أن نتنبه للحاجات اللي زي كده. حضرتك ذكرت أن أنت يعني كيف
لسيادة النائب يعني ازاي نخاطب الناس انا مش عايز اخاطب الناس بالاعلام، انا عايز اخاطبهم بحقائق، بمهنيه، باشياء محدده، بشائعات ارد عليها، بوقائع، ان انا عضد الدوله الاساسي انا، وده موجود في كل دوله على فكره. الخطاب بتاع سياده الرئيس في يعني عندما ادى اليمين الدستوريه للولايه الثانيه لسيادته اتكلم، انا مش عايز واحد يقول لي الخطاب نص الخطاب وكلام، عايز يحلل لي بالظبط، يحلل لي ايه المنجزات، ايه الحاجات اللي نستفيد، ايه هنعمل، ايه الخطه التصاعديه اللي هنرتكز اليها ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها وكلام زي كده، لكن ما فيش الحكايه دي، هو نقلا عن ولا نستفيد. انا كل يوم اقرا بحكم انا مهنتي كاستاذ اعلام وصحافه وكده، اجيب لي 10 جرايد تقريبا قل لا ان اجد حاجه مختلفه عن الثانيه، تحليل او كلام زي كده، لكن هو مجلس الشعب فيه هو نفس القرار، ان في الغد مؤتمر عن كذا الساعه 12 زي ما قال سياده النائب وكده، لكن ايه الحاجات اللي عملها الراجل؟ هل بحث في الكلام ده؟ هل شاف؟ هل الهيئات الثلاثه المجلس اعلى التنظيم الاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه الثانيه للاعلام، يعني ايه السلبيات، ايه الايجابيات، ايه بتاع اللي هو بتاع الاستاذ حمدي الكنيسي النقابه، ما فيش حد لا يدقق، والظاهر الناس الاعلاميون ايضا زي ما كان طه حسين زمان بيقول يخطفون الكلام خطفا، وانت ماشي تاخد لك تصريح، تاخد لك من اليوتيوب، تاخد لك من حاجه من انا اقول لحضرتك في حاجه عجيبه جدا حتى بدات في الدراسات الاعلاميه، في واحد زميلنا يرحمه الله كان له باع كبير اسمه الدكتور محي الدين عبد الحليم، كان استاذ اعلامي، كان حضرتك سمعت عنه او كده، وكان استاذنا وكده، فمره واحده كتبت باحثه كتبت محي الدين عبد الحميد، ووجدنا سيلا وانهارا من المراجع محي الدين عبد الحميد، محي الدين، ده دليل ان دي لا شافت الرساله بتاعته ولا شافت البحث، وانما نقلا عن وده للاسف اللي هو الموجود في الاعلام، وهذا خطر مميت. طيب انا هرجع بس لحضرتك تاني، هكمل بس التوصيات مع دكتور نادر وارجع نكمل بقيه الكلام اللي بيقوله استاذنا دكتور مرعي. هي ختاما يعني هو احنا بنكلم مين؟ احنا بنكلم انفسنا ولا عايزين نخاطب ايضا الغرب؟ لا هو الاعلام الحقيقه فيه شقين، يعني هو الحقيقه في الاعلام فيه شقين، في مخاطبه الداخل بكل تاكيد وده الاخطر، وفي مخاطبه الخارج يعني يعني في الجزئين بشكل كبير. يعني احنا في ظل الكم الهائل من الشائعات علينا ان نعيد التفكير في هذه المساله، هل مجلس الوزراء فقط هو اللي بيكذب الشائعات، ولا ينبغي ان يعني ننشئ وحدات شبيهة بوحدة الرد على الشائعات الموجودة في مجلس الوزراء، في مؤسسات ووزارات ومصالح حكومية متنوعة، ونفعل بقى دور. طيب دكتور نادر أنا فضل لي تقريبا 10 دقائق في هذا الحوار، أنا بس عايز أسأل حضراتكم لأن هو ده الأهم بالنسبة لنا خلال المرحلة القادمة. إحنا خلال الأربع سنين اللي فاتوا كان عندنا مشهد إعلامي إنجاز التعبير إن إحنا نقول فيه شهد الكثير من التغيرات على حال الإعلام في مصر عبر تاريخه بكل تأكيد. إحنا داخلين على مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية بكل تأكيد، الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي. البعض شايف إن الإعلام في الفترة الأولى كان مقصر، غابت الصورة بشكل كبير، غابت التحليلات التي ترصد للمواطن بشكل كبير ما هو حدث بالفعل. البعض الآخر بيقول لا، الإعلام قام بدور كبير جدا خلال هذه المرحلة. ما تراه أنت؟ وسؤال أيضا للدكتور مرعي، تفضل سيادتك. أنا شايف يعني بعد يعني إذا اعتبرنا أن حلف السيد الرئيس لليمين أمام مجلس النواب وخطابه الرائع الذي يعني شعرت وأنا أجلس أمام سيادة الرئيس وهو يلقي خطابه داخل أو تحت قبة البرلمان بدفعة قوية وأمل شديد، شعرت أنه يتحدث عن مرحلة مختلفة، عن مصر بظروف وأوضاع غير التي عهدناها في الفترة السابقة، وقال أنه واثق كل الثقة ومؤمن بأن الفترة القادمة ستكون
رائعه. ولدي قدره غريبه على صناعه الامل وبثه في نفوس الاخرين بمنتهى الصدق والامانه. انا شعرت وقتها يعني بان كل ما عناه المواطن خلال المراحل الماضيه ان شاء الله رب العالمين سيكون هناك حلا له وعليه. وبعدها سمعت كلماته التي قالها بخصوص المشروعات الجديدة القادمة. انطلاقا من هذا ومن رؤية العديد من القوانين ومشاريعها تتغير داخل البرلمان المصري، قوانين عفى عليها الزمن كانت فيها مواد تعاقب بالمليمات، يعني إذا خالفت مش عارف إيه تاخد تدفع 15 مليما، مواد من 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 40 50 سنه فاتت. وبناء عليه زي ما بيقول دكتور علي عبد العال، انا حاسس ان شاء الله رب العالمين الخير قادم، والاصلاح لن يقف عند المؤسسه الاعلاميه فقط، ولكن سيمتد ان شاء الله رب العالمين الى باقي المؤسسات طالما نظرنا جميعا وتكاتفنا جميعا بعين واعيه على كل المشكلات التي نجابها ونقف في وجهها بمنتهى الشده والصرام. كلام كويس دكتور مرعي. تصورك لدور الإعلام خلال المرحلة القادمة على كل المستويات، مخاطبة الشارع، التصدي للمشكلات، نقل الصورة الحقيقية لما يتم على أرض الواقع. هو حضرتك اللي قلته هو المطلوب، يعني هو إيه؟ هو سيادة الرئيس قال المواطن هو الأساس، يعني مش هي يقود المسيرة الواحد، لكن المواطن كل في مكانه. يعني بتبسط جدا لما لا حتى واحد سايس ومؤدي عمله بشكل كويس، انا اتبسط جدا جدا. فكل واحد يؤدي عمل، الاعلام مطلوب منه ان يرشد، ان ينقل الاشياء، ان يضع اجنده المواطن دون ان يلزمه او يقول نحن نضع لك الاجنده بتاعتك عشان تفعل كذا، لكن يقول لنا ايه اللي يعني سياده الرئيس قال ان احنا سنصل الى كذا، هنعمل كذا، عندنا مقومات، عندنا تحديات في الخارج، لكن المرحلة القادمة هي مرحلة اقتصادية. أن البلاد بعد أن استتب الأمن تقريبا في ربوع مصر، وعلى فكرة نحن محاطون من الجهات الأربع بحملات شرسة من الغرب. صحيح، كل المحاول الاستراتيجية بتتطلب اليقظة التامة، اليقظة خلاص. فإحنا في مرحلة يعني عايزين إيه؟ أن يشعر المواطن بالنمو الاقتصادي، بالرخاء الاقتصادي، وسيادة الرئيس أكد على تنعكس أثر الإصلاح عليه بقى يبتدي يشعر. فهو المطلوب من الإعلام أن يعمل كده، مش برضه مطلوب أن الرئيس قال رايح يفتتح كذا، بس يبقى يومين ثلاثة أربعة نعمل زي سيادة الرئيس الأسبق الرئيس عبد الناصر لما قال كفر البطيخ، مش عارفين كفر البطيخ فيها إيه، فكل الناس تاني يوم في الصحف راحت اتكلمت على كفر البطيخ، والأستاذ سعد الدين وهبة كتب مسرحية كفر البطيخ والحكاية دي. لكن تبقى نمو متصاعد وأجندة من الإعلام موضوعة وتسير، يعني في أجندة بعيدة المدى وفي الحاجات الأبديت اللي هي السريعة اليومية نغطيها، لكن أنا مش عايز الإعلام إيه ينقل ما حدث فقط، لكن النظر التحليلية، النظر الإقناعية، الذهاب إلى الناس في أماكنهم، تقديم النماذج عندنا نماذج فذة في العالم كله، الناس يعني نحن منبهرون بالكابتن محمد صلاح، في عندنا آلاف ناس في تخصصات أخرى وإن كانت ليست مرتبطة بالناس بالجماهير وكده، في الطب، في الهندسة، الرجل اللي جابوه هنا اللي عمل الكباري بتاع ألمانيا والمحطة العظيمة بتاع ألمانيا ده حاجة عظيمة جدا، محدش يسمع عنه غير لما بقى ستار وكده. عندنا في كل في المجالات جميعها ناس. الدكتور الباز ما هو كان بتاع الاستشعار عن بعد وحاجات كتيرة جدا. يعني ننمي نفهم الناس ان عندنا امكانات وملكات، ده كلام كويس، وان الدولة بتساعد على هذه على بناء هذه القدرات وتقديمها للمجتمع بالزبط بشكل كبير. بالزبط. دكتور نادر كلمة أخيرة. يعني أتمنى أن يعي كل صحفي، كل إعلامي، كل من يتصدى إلى نشر فكرة أو نشر خبر أو تعليق، أتمنى أن يراعي الله عز وجل فيما يكتب أو يقول. القلم ليس مهنة من لا مهنة له، القلم والكتابة والتصدي إلى الرأي العام مسؤولية كبيرة، على من يعني يمسك به أو يتصدى إلى الكاميرات أو يحاول أن يبث خبر ما على وسائل التواصل الاجتماعي أن يدرك أنه يقوم بعمل جلل، يؤثر هذا العمل في نفوس الناس،
سواء بالإيجاب أو بالسلب. أتمنى أن نتوقف عن بث الروح السلبية بيننا وبين بعضنا البعض. أتمنى أن نتوقف عند الجزء الذي يبني ونبعد الجزء الذي يهدم من هذه التكنولوجيا الجديدة التي للأسف طالما استخدمت ضدنا جميعا. شرفتوني جدا في هذا الحوار. بشكر حضراتكم الدكتور مرعي مدكور عميد كلية الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر. شرفتني يا دكتور. أهلا وسهلا مرة ثانية. بشكرك جدا الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. شرفتني. بشكر حضراتكم جدا. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام فقرات من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد. أما أنا فالتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم بإذن الله. كل الشكر لزملائي فريق العمل. تصبحوا على خير.